الشعر، نعم شعر الرأس، نعم شعر الرأس إما أن يحلق كله أو يترك كله، أما أن يحلق من جانب وجانب لا يجوز. الأصل إعفاء اللحية وحف الشارب حتى لا ينزل على الشفتين، ونتف الإبط وحلق العانة، الشعر الذي ينبت في الإبط والذي ينبت حول القبل هذا لا يترك أكثر من 40 يوما. نعم، فيحلق ولا يترك. كذلك تقليم الأظافر لا تترك أكثر من 40 يوماً.